بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كبرى تحواتين حتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحستو نايتن أربعة مسرتات والقواعد الأربعة أبت خطابتي أبونا نتنتن زلنا أبز حلفة نويح جزي مالتيو نتي قواعد الأربعة قد ممئتونا التمؤلف وينت كتاب زخطبو مالتيوم مقدم جيرولو دعا جيرولو كومو دماني أبتا نايمة جرشة حستو بتيحنا أزنبرنا كتفلتو زل كاي بالمالتيو اعلم أرشدك الله لطاعته ربي نخلاتنا نبكون عمان قدي إمرحنا إلو دعا دحر مقبار نتايلو ملا ناي سيدنا إبراهيم من قدي ناي سيدنا إبراهيم حتى النبي عليه الصلاة والسلام نخحزو تأزيز مزلو سني أن تعبد الله مخلصا له الدين ني الله سبحانه وتعالى نبحتو نبينو ختكزو كتملخو إزي يتملة إبراهيم الحنيفية زبل رئينا مالتيو مخنياتو لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت. عبادة شرك انتداءاتيو تبلاشيو مالتيو. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر. عبادة قبول نخوخونا بقد مربي كاب شرك الأكبر يخون كومون كاب شرك الأصغر كابزي زتاري خونا لو مالتي شعيوت عبادة خا تقبال النت زركب. ولذلك ربنا عز وجل اب سورة البينان تايلو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن تقبال النت نخركب حاد عبادة إخلاص زلو إن الله سبحانه وتعالى نبحثو زملاخ كايو وتجزا كايو خونا لو مالتي مخلصين له الدين حنفاء له جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. الحنيف مالت إخلاص غيركا بنصحنا رب سبحانه وتعالى تجزو ازي مالتي دحراي تاميل لا ني سيدنا ابراهيم يلو المؤلف وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها. اذا من قدنا التوحيد زي ان الله سبحانه وتعالى نبحتو كتملخو كالي قديفكا ان الله سبحانه وتعالى راح نبين نبحتو عباده مكبر اذي رب سبحانه وتعالى دعززو نزي دمان ندق سبات رب سبحانه وتعالى زخلقهم نبحتو نخملخو ويلو. ولذلك ربنا عز وجل اب سوره الذاريات انتايلو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردوني بالعبادة. يعبدون قبل كله نعاي نبحتي نخملخوني فتير يوم يلو ربنا عز وجل. إذن فالحكمة من خلق الخالق نمنتاينا تفتيرنا علامانا أبزو الدنيا زمتينا يزلنا نمنتاين تباهلو أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين. الله سبحانه وتعالى نبحتو كتم الله نبحتو ختجزاء مالتي تزازاتنا يا رب سبحانه وتعالى ختفتسم كابتز خلك لكارماني كتكل كل مالتيو تزعابي يا رب سبحانه وتعالى تزاز عززو انتاي انت دايلك توحيدو تزعابي يا رب سبحانه وتعالى زخلكلو انتاي انت دايلك دماني شركي مالتيو. لكن رب سبحانه وتعالى نزع لما زخلقنا كله منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. نزيز تفطروا العلماء حرايلو ابت علماء زغوا عسبالو ان بالليلو عن قصو دمان كبت من قد دمان دوصلو مالتيو. لكن الحكمه تا عند تفطر الله تفطروا لا دق سبن من تايم ترايلنا ان الله سبحانه وتعالى نبحتو نخجزو مالتيو. والحنفيه مله ابراهيم ابراهيم نبلدن لنا سيدنا ابراهيم عليه السلام ان ذكرهم زلنا انتي من تاي انت دا تبايلو ابراهيم هو ابو الانبياء أبو نينبيات نينبيتات من ينتدعيلك هو إبراهيم الذين جاءوا من بعده بزحات نبيتات كبني إسرائيل دموتوا كلهم كبذرية نيمن ينتدعيلك كبذرية ني سيدنا إبراهيم فكلهم من ذريته. ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب له زي أب سورة العنكبوت كالتميت سسان حادن آية مالتيو أب زرئي ناي سيدنا إبراهيم أبو يتي نبوة رب سبحانه وتعالى غير ومالتيو. فكلهم
من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل بجيكا سيدنا إبراهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كاب ذرية إسماعيل يوم سيدنا إسماعيل وين أسلم مسرتهم وين ودوم من سيدنا إبراهيم جن جزيه نويحو سيدنا إسماعيل أبعد عرب مسموتو مس عرب مستحنافتو عرب كينهم مالتهم وإلا كلهم توم قالوا تترفو كبني إسرائيل كاب ذرية ني سيدنا إبراهيم مالتهم إبراهيم عليه السلام تكريما له جعله الله إماما للناس رب سبحانه وتعالى إمامنا يدك سبات جيرو مالت ولذلك ربنا عز وجل بسورة البقرة مبل 224 آية تايلو قال إني جاعلك للناس إماما رب سبحانه وتعالى إمام جيروم مرحنا يدك سبات جيرو مالت الله عز وجل يختار ما يشاء يعني قدوة أبنت كونهم سيدنا إبراهيم مالتهم هو سيدنا إبراهيم أبنت زخونيهم مهنياتو بزوح فتنتاتي وين وريدوهم بزوح تفتينهم تفتنتات قن حالفهم مالتهم ولذلك مسعابيو عدميهم مسدفء ولاد كحرد تباهيلهم حرى يا ربي لهم أمتثيلهم تخوني قن رب سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم له عبيز خونه متكاتانا يولادهم زحرد ربه بوهم سيدنا إبراهيم هزبهم كن قتل كائنا يلوم ترأيو زي فلت حاوي أقاط يلوم أبت حاوي تدوين دربيهم الله سبحانه وتعالى دماني نتحاوي بردا وسلاما كوني يخيلو دماني كابو أدحينو مالتيو زخلو زي زحالفو سيدنا إبراهيم تمريز أم مالتيوم رب سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما يلو مالتيو يعني قدوة إن إبراهيم كان أمة يلو ربنا سبحانه وتعالى بسورة النحل إبراهيم عليه السلام إمامي مرحي أبنتيهم تباهلهم يعني إماما يقتدى به فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من الأنبياء كم تم قالوا الأنبياء سيدنا إبراهيم ناب توحيد تأوعد جيرهم ولذلك كلهم أنبياء تحستناتهم انتا ينيرو تزعابي انتا إلكا نبتوحد متسوع ينيرو كم تربنا عز وجل بسورة النحل مبل 36 آية انتايلو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كل هزبي رسول زي حالفهم رسول زي متسوم يلن انتا يمزولو نيرو ازوم نبيات زياتهم انتا إلكا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يوم دبل نيرو من ربهم تغوزوا كاب طاغوت دماني رحق يوم دبل نيرو مالتهم وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات أب توحيد أب لا إله إلا الله كلهم نبيات حانتهم أب شرائع لكن كفالة ليخوليهم شريعة أب قال أمم تتأززو تم قالت أمم من دي إززو خون خل أب شريعة ولا كنت ترى أنت لا تفالة ليهم أب توحيد لكن حانتهم أب شريعة قن رب سبحانه وتعالى انتايلو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يلو زي أب سورة المائدة مبل 48 آية زلا مالتي نقول هزبي رب سبحانه وتعالى ننهتم شريعة غير لهم مالتي يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع كساب اسلمنا ناي مجرشا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دموتو بب وانو شريعتات بب عينتو يورد نيرو لكل شريعة نيرو مالتيو انتخونا قن رسول عليه الصلاة والسلام مسموتو قن كل شريعة منسوخ كوينو إلا دك سبات كختلو وزلوم ني آخر الأنبياء هو شرعة النبي عليه الصلاة والسلام تناي مجرشا شريعة مالتيو ونوسخ كل نقراد ما تنسيخو توحيد قن أصول الإيمان قن كلهم أنبياء حاد عينتهم تحس تحيزهم متيهم مالتهم وعبادة الله عبادة الله كن بالكلنا دماني طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع طاعة ربك بهال كله أبزخون يخون قيزي أبزخون يخون أوان بتي رب سبحانه وتعالى زورده شريعة بوغير كامخات إذا يتطاعة الله زبها المالتي أب جزي سيدنا موسى زنبور أب جزي سيدنا عيسى زنبور ننهاتهم شريعة نيروم تتوحيد تدعى خوينو قن تلا إله إلا الله تخوينا قن نيكون لاتهم حانتي أمالتي ولذلك مبار زمو ألف انتايلو نزن أربعة مسرتات زألف مالتي أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين مباريتي
حنيف دبهال وي منجدي ناي سيدنا ابراهيم سي نا الله سبحانه وتعالى نبحتو نختجزو نسئلو. اضاف المصنف المله الى ابراهيم دون غيره من الانبياء لاسباب ثلاثه. كابزم كلهم نبيات منجدي ناي سيدنا ابراهيم يلو نسيدنا ابراهيم متقاسو نمنتاي تحكماناتون ترالنا بثلاثه نغرات مالتي ثلاثه نغرات دحزه تحستو سلازلو مالتي. اولا الله سبحانه وتعالى امر باتباع مله ابراهيم مجمريا رب سبحانه وتعالى ملنا سيدنا ابراهيم منجدنا سيدنا ابراهيم نخكتلو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام سلتعززو مله ابراهيم يلو مالتي. ولذلك الله سبحانه وتعالى اب سوره ال عمران تايلو قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. بسورة النحل دماني ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذي أبصرة النحل سلام عليكم. إذن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ملنا سيدنا إبراهيم نخكتلو سلز تعززو انبأري من قدنا سيدنا إبراهيم إذي حازئيو أن تعبد الله مخلصا له الدين. الله سبحانه وتعالى نبيحتو نخكتلو إذي من قدنا سيدنا إبراهيم زبولو حاد مخنات إذي مالتيو. طبعا بالقران الكريم تكرر منهجه في القران كثيرا من اجل الاقتداء ني سيدنا ابراهيم بزوح نغرات تتقيسلو بالقران الكريم نمنتاي انت دا تبايلو منت ندق سبات ابنت سلازخونه ناتو منجدو بتناتو رب سبحانه وتعالى زرديو بوم انت نخخدو مالتي زي حدا مخنيات مالتي ني سيدنا ابراهيم استقسنالو. قال ايد ماني ثانيا لانه ابو الانبياء الذين جاءوا من بعده فكلهم من ذريته. قال اي نغر دماني ابونا اي نبي سلازخونه بخمو مله ابراهيم باري تفتو زخونه ازي يلو تقيسلنا مالتي. ولذلك الله سبحانه وتعالى انتايلو ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتي. ولذلك النبوة والكتاب أمن غيرو أنت دعيلك أبزرنا سيدنا إبراهيم غيرو مالتي وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. زي أب سورة العنكبوت زلنا مالتي بزي قال أي درجة مالتي بخال أي نجا مالت قدامي. الله سبحانه وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منهج سيدنا إبراهيم أن يتبع ملة إبراهيم سلزتبهالو. قال أيد ماني أبو الأنبياء سلزخونو أبو قرآن بزوح نقرات بزوح جزي تدقاقيمو ناتوم ناي سيدنا إبراهيم تدقاقيمو سلزولو ملة إبراهيم لنا تقيسنا مالتيو. بسالسة درجة ماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أقوام يدعون أنهم على ملة إبراهيم. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تلاقيهم مسموتو نبوة مستعززو مالتهم نبتوحيد نخطوعن كله انت رأيو هزبتات كلاتهم ادعاء قبر نيرهم كله يفخر نيرو انت يبل نيرو نحنا عن ملة إبراهيم نازلنا ابلو نيرهم. قريش تقول إنها ملة إبراهيم واليهود والنصارى إنها على تقول إنها على ملة إبراهيم. قريش كم يبلو أيهوداويان نصارى أنت يبلو نحنا عن ملة إبراهيم نازلنا يبلو نيرهم. ولذلك جاء قوله ربنا عز وجل تايلو ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بأري إبراهيم عليه السلام أنتم نصارى نحنا ناتوينا تبلد لكم ناتوينا حزنا زلنا تبلد لكم أنتم أيهود نحنا ناتوينا تبلد لكم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا أيهود هو أي نبرن نصار نصرانوين أي نبرن إبراهيم انت إذا أنيرو انت رأيلكم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كم زار رسول عليه الصلاة والسلام حيزهم ما زلوا من قدي كما يانيرا من قدنا سيدنا إبراهيم انتهي نا الله سبحانه وتعالى نبحثه زملخ زنبره وزي تمن قدينا سيدنا إبراهيم تباهلهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بحق إن سيدنا
إبراهيم زخوتولو من ينتر أتباهيلو توم ناتو من قد زحزون النبي الأمي كمدماني النبي عليه الصلاة والسلام نرسول زتخوتولون نسوم من قد سيدنا إبراهيم حيزوم زلوهم بر نسخاتكم نحنا با تبدلوهم تفخر دلوهم بفخر هذا يكون بيت من قد بتقنعنا ناتو من قد زرعي نسو إزرعي من قدنا إبراهيم دحازو دماني اتوم الرسول عليه الصلاه والسلام لسيدنا محمد تخطلوا نساء ما انساتهم يوم مالتهم. ولذلك ازياء اب سوره العمران تركب ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا تبل كم من ربنا عز وجل اب سوره الحج مبل 78 انتايلو مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل انبار من قدنا سيدنا ابراهيم اسلمنا ايو انتايو مالت ان الله سبحانه وتعالى نبحته مبلغ اذا يتقنع من قدي نسو ادماني ملا ناي سيدنا ابراهيم مالتي. ولذلك نحنا كل غزي من قدي ناي سيدنا ابراهيم تفوتون رب زردين سلازخونه امو دماني من قدي ناي سيدنا محمدون من قدي ناي سيدنا ابراهيم كومون من قدي ناي انبياء تا توحيد سلازخونت حتى اب اذكار الصباح والمساء كي ترفى النبي عليه الصلاه والسلام اذا عينت الدعاء كنبل علموا منا مالتهم تاينبل أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين دبل إذي نقهون مشات النبلة مالتي إذي أب رواية النسائي في عمل اليوم والليلة زركب مالتي. إذن إمبأري ملة إبراهيم مختال انت انتر اتباهلو ان تعبد الله وحده لا شريك له بدحريتي مؤلف انت ايلو مالتيو نبه الشيخ على امر مهم بدحريو حدا عبي زخوني اقداس زخوني حبرتا حبيرو له فعلم ان العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحيد عبادة عبادة كبهل اي كالنيو تقبالنتو ان اي ركبنيو الا مستوحد تري يكونوا توحيد ترى أهلي وخوينو تقبل النت زركب مالتيو بقري بزعبا زملكت تنبيه عبي تنبيه سلجير زلو تمؤلف إن شاء الله أبتدمت تحسته كرينا مالتيو ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.